بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف اخر حاجة اللي هي constructor. constructor ده مفهومه عامل ازاي؟ بص تعال نخش كده نعمل اخر واحدة اللي هي constructor. constructor ده معناه ايه؟ دلوقتي لما احنا نيجي نقول الانسان او بني ادمين عامة، يعني انسان، عايزين نقول اول ما نقول محمد ده اوبجكت من الانسان، يبقى معروف تلقائي ان هو ليه شوية صفات معينة. لما نقول ان محمد ده اوبجكت من الكلاس اللي هي بتاع الانسان، فهيتقال تلقائي ان محمد ده ليه بعض الصفات والخصائص المحددة على طول. طالما قال ان هو اوبجكت منه، يبقى معروف ان شوية خصائص كده معينة. تمام؟ زي ايه؟ القطة مثلا. اول ما نقول ان اكس مثلا نوع قطة، فهيتقال ان الاكس ده ليه مثلا صفات معينة، ديل معين، شكل معين، وهكذا. نبدأ نشوف الكلام ده ازاي ونبدأ نعمل constructor ازاي. هنقول public ونسميه بنفس اسم الكلاس. يبقى constructor له نفس اسم الكلاس. الكلاس بتاعتنا اسمها بيرسون، فهنقول هنا بيرسون كده public بيرسون. ونبدأ نفتح قوسين ونبدأ نكتب اي حاجة احنا عايزين. هنقول هنا مثلا ان الاي، شوف هنا قالك انت عايز الاي اللي هي سمول ولا الاي اللي هي كابيتال. لا نقول الاي اللي هي كابيتال. الاي اللي هي كابيتال هنقول مثلا لا نقول الاي اللي هي سمول بتساوي بلاك. بلاش بلاك، تعرف وايت، ابيض. تمام كده، يبقى احنا عرفنا تلقائي اي اوبجيك هتعرف من البيسون هتعرف ان الاي بتاعه بيساوي وايت. طيب بيتعمل ازاي او بنعمله ازاي في دالة المين؟ قالك انت عملته خلاص. ازاي عملته خلاص؟ انت طالما قلت بيسون محمد نيو بيسون، هي دي كونستركتور. نيو بيسون انت بتقول عليها ديت، هي دي كونستركتور. يعني بيرسون محمد بيساوي نيو بيرسون، طالما قلت نيو بيرسون هنا خلاص كده، يبقى ده الكونستركتور اللي بتعرف تلقائي ان هو بيروح على الكونستركتور اللي له نفس الاسم بتاع الكلاس. تمام، يبدا اعرف ان الاي بيساوي وايت. واللي ياكد لنا الكلام ده ايه؟ تعال نعلم على كل الحاجات دي كده، نعمل عليها كومنت، نعمل عليها كومنت كده ماشي. وتعالى على محمد كده وهقول له كونسول دوت رايت لاين، اكتب لي محمد دوت، عايزين نعرف لون العينين ايه. وانا حددتها، هنشوف بقى، هنشوف كنت حددتها ولا لا. شوف وايت كتب لك ايه، وايت، مع انك انت ما حددتهاش، انما بتعرف تلقائي ان محمد، طالما عرفت ان اوبجكت دي اللي احنا بنقول عليها بقى، ان طالما عرفت اوبجكت من كلاس مثلا معينه، نحط ليه خصائص معينه على طول، تبقى معرفه كل الاوبجكت. فتقول محمد اوبجكت من بيرسون، فمحمد يبقى على طول الاي بتاعته بتساوي وايت على طول. تمام، تعال نعمل بيك بوينت ونشوفها شكلها عامله ازاي عشان نتاكد. تعال نتك اف 11 ادي بيرسون محمد بيساوي نيو بيرسون. شوف هنتك اف 11 ونشوف هو هيروح فين، تابعوا معايا.
ادي اف 11 راح فين؟ على الكونستركتور على طول. عارف ان الاي بتساوي وايد، ان الاي بتساوي وايد، وطلع خلاص هيكمل بقية الكود بقى اللي موجود في الميل. فلقى في الكود في بتاع الميل قال له هات لي كلمة محمد دوت واي. هيخش على الجيت ولا الست؟ هيخش على الجيت لان هنا هو عايز يسترجع كلمة، فيقول لك تين الاي. ادي تين الاي، هرجع لك كلمة الاي ويطبعها لك على الشاشة. طيب هل ينفع نعمل اوفرلود الكونستركتور؟ بمعنى ايه؟ نعمل كونستركتور مثلا بياخد باونتر، قال لك اه ينفع، تعالى كده نعمل الاوفرلود بتاع الكونستركتور. ازاي الاوفرلود بتاع الكونستركتور؟ هنقول بابليك ونقول بايثون، دي حاجات ثابتة بقى، بابليك على طول وبايثون الكلام ده كله ثابت. نفتح قوسين، مش القوسين المرة دي مش هنخليهم فاضيين. أمال هنعمل ايه؟ هنيجي مثلا في بايثون كده هنقول انت اكس، بلاش انت، بلاش انت دي، خليها سترينج اكس. وهيتعرف هنا ان الاي بتساوي كلمة الاكس اللي انت كنت محددها في البامت. ده نوع من انواع الاوفرلود اللي انت بتحط بامت جديدة في مين؟ في الكونستركتور. قال لك طب مين يستعمله ازاي؟ قال لك وليه اصلا نستخدمه ليه؟ قال لك ساعات تطلع حالات شاذة كده، يعني واحد يقول لك لا انت قلت لي ان كل الصفات او كل مثلا كل الاوبجكت اللي هتتعرف من البيرسون لازم الاي بتاعتهم تبقى وايد. ففي واحد طالع شاذ في النص كده قال لك لا انا معادي، انا مش كده. فده بقى اللي بنستخدم فيه الاوفرلود كونستراكتور. ازاي؟ بنيجي نعرف كده الاوبجكت، واحنا بنعرف الاوبجكت بتاعه نقول بيرسون احمد بيساوي نيو بيسون، نفتح قوس. شوف تابعوا معايا بقى يا جماعه، قال لك ليها شكلين، ليها شكلين. انا بنزل بالسهم على فكره لتحت ولفوق. الشكل الاولاني اما يكون عادي خالص ما بياخدش بامتر، او الشكل التاني اللي هو بياخد اكس، قلنا لا هياخد القيمه دي يلو. خلاص يبقى احنا كده حددنا قيمه معينه في ال للايه لقيمه الواي. عايزين نشوفها، نقول كونسول دوت رايت لاين، اتبع لها على الشاشه قيمه احمد دوت اي، احمد دوت اي، وتعالى نشوف تاكد كنترول اف 5 ونشوف. قال لك يلو، شوف الاولاني وايت، ده الطبيعي، ده الطبيعي لكل الناس ان محمد مثلا، ان ده الطبيعي لكل الناس، ان طالما عرفت اوبجكت من بيرسون خلاص يبقى الاي بتاعته بتساوي وايت. في نوع تاني بتحدد القيمه بتاعته، فاحنا هنا حددنا القيمه بتاعته اللي هي ويلو. يبقى كده ده نوعين من انواع الكونستراكتور، قيمه عادية خالص ديفولت، أو النوع اللي هو الأوفرلود. إن شاء الله في المحاضرات الجاية بعد كده هنبدأ نعمل مشروع كده عن بنك، ونشوف عشان نبدأ نطبق الكلام ده عملي. ممكن يهيئ لكثير من الناس دلوقتي إن الكلام ده صعب، الكلام ده أسهل ما يكون. وواحد يقول لك مثلا ملوش استخدام في الحياه العمليه، بالعكس جدا، كل الامثال اللي احنا قلناها دلوقتي كلها جايه من الحياه العمليه. ولسه ان شاء الله لما ناخد مشروع بتاع البنك دوت هنبدا، هو طبعا ما ضوش مشروع، دي حاجه بسيطه جدا، هنبدا نشوف التطبيق العملي للكلام ده ازاي.